شويه، وبالتحديد وليد ازارو كان عنده زي مزق في العضله الضمه، فدي بالتالي بتاخد وقت كبير شويه، وان شاء الله يقدر يعود سريعا للمشاركه في المباريات، واعتقد ان هو قرب بشكل كبير جدا للمشاركه في المباريات الرسميه مع النادي الاهلي. دي زي ما احنا شايفين كده على الشاشه دلوقتي لقطات من وصول فريق النادي الاهلي للجونه النهارده العصر كده تقريبا، خلاص هم كانوا وصلوا للجونه عشان يستعدوا لمباراه الغد ان شاء الله الهامه جدا امام هذا الفريق الصعب على ملعبه. لسه مكملين مع اخبار اللعيبه المصابه اللي بيرجعوا واحد تلو الاخر، وصلاح محسن ينتظم في المران الجماعي. صلاح محسن مهاجم النادي الاهلي انتظم في المران الجماعي واللي اقيم ظهر اليوم على ملعب التتش تحت اشراف المدير الفني مستر مارتن لساتي، وكان صلاح محسن امبارح اكتفى بتدريبات في صاله الجيمنزيوم، لكن النهارده بيعود للتدريبات الجماعيه. ايضا وجود صلاح محسن مع الاربع اسامي وازارو اكيد هيكون قوه كبيره جدا في النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. عندنا ضغط مباريات، عندنا لقاءات في افريقيا في بطوله الدوري العام، وبالتالي محتاجين كل لاعب انه يكون موجود ضمن القائمه اللي بيتم اختيارها في المباريات القادمه ان شاء الله. طيب فيما يخص احمد فتحي لاعب الفريق واللي غايب منذ فتره طويله بسبب طبعا الاصابه اللي لحقت به وتجددت كمان في العضله الاماميه، وخلاص بيشارك ايضا في التدريبات، والنهارده كان عنده جلسه منفرده مهمة جدا مع مستر مارتين لاسارتي. هو بيتبع هذا الأسلوب في تحفيز اللاعبين والرفع من معنوياتهم، وأنهم أو يحاول أنهم يكونوا لائقين بشكل نفسي وذهني أكبر قبل المباريات مع الفريق، وخصوصا لما يكونوا اللاعبين عائدين من الإصابة، ما بالك كمان لاعب بحجم وإمكانيات أحمد فتحي وخبراته كمان اللي أكيد إن شاء الله هتضفي المزيد والمزيد من القوة على صفوف النادي الأهلي خلال المباريات إن شاء الله الفترة المقبلة. بالتالي النهاردة كان في جلسة مع مستر لاسارتي وأحمد فتحي، وجلسة أكيد كانت مهمة، وكان في برضو تدريبات بدنية وخططية لأحمد فتحي، وإن شاء الله أحمد فتحي خلال الفترة الجاية يكون جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي. وليد سليمان يقترب من العودة إلى الأهلي. وليد سليمان لاعب الفريق الأول بدأ تنفيذ مرحلة الإعداد البدني تمهيدا لعودته إن شاء الله في المشاركة الجماعية، بعد ما أدى أو بيأدي التدريبات التأهلية تحت قيادة أليخاندرو مخطط الأحمال بالتنسيق مع مستر مارتن لاسارتي. طبعا أنتوا عارفين أن مرحلة الإصابة بيكون فترة العلاج الطبيعي ثم التأهيل علشان يكون جاهز للمشاركة مع التدريبات الجماعية للفريق، وبعد كده إن شاء الله المباريات. وليد سليمان كان عنده جزع في الرباط الداخلي للركبة خلال مشاركة النادي الأهلي الأفريقية ضد فريق شبيبة الصارة الجزائري واللي كانت موجودة في الجزائر. أكيد وليد سليمان واحد من اللعيبة النجوم في الفترة الأخيرة، وأكيد طبعا واحد من الأعمدة الرئيسية والأساسية في قوام النادي الأهلي اللي بنتمنى له كل الشفاء وكل الدعم للاعبنا وليد سليمان. اعتقد الاصابات واحده واحده ابتدت تخلص يا عمر، وده شيء مهم جدا، وكمان المعدل اللي ابتدى يقل، يعني حتى اخر مباراتين ثلاثه للنادي الاهلي بسم الله ما شاء الله ما فيش اي اصابات بالنسبه للاعبين. الاصابات كلها المتواجده حتى الان هي اصابات من مرحله سابقه كان متواجد فيها النادي الاهلي، واحنا عارفين كل الكواليس الخاصه بهذه المرحله، لكن بشكل عام ان شاء الله نتمنى الشفاء لكل اللاعبين عشان يكون في خيارات